السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأكرم، معلم الناس الخير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد الثالث من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية، يسرني أن أشارك زملائي وإخوتي وأبنائي طلبة العلم في هذه الدورة العلمية المتميزة الموسومة بديباجة المتعلم. فالشكر لله عز وجل على فضله، وأن شرفنا بخدمة هذا البيت العتيق وخدمة قاصديه الكرام، كما نحمده سبحانه وتعالى أن شرفنا بالنهل من معين العلم في تعزيز الرسالة العلمية في رحاب الحرمين الشريفين. ثم إنا لنشكر ولاة أمرنا حفظهم الله على جليل عنايتهم وفائق رعايتهم، كتب الله أجرهم وضاعف مثوبتهم. والشكر موصول لزملائي في وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية على إقامة مثل هذه الدورات المباركة والنافعة. ولا شك أيها الإخوة أن العناية بالعلم من ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، لأن للعلم مكانة عظمى ومنزلة كبرى في هذا الدين العظيم. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة: مرحبا بطالب العلم. فكيف إذا اجتمع في العلم شرف المكان والزمان والمغزى والمقصد والهدف والرسالة؟ لا شك أنها محاور شرف عظمى. ولهذا فإننا نحمد الله ونشكره على ما هيأ من أسباب طلب العلم في رحاب الحرمين الشريفين. وجزى الله أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ من أعضاء هيئة كبار العلماء ومن المدرسين في الحرمين الشريفين على إثراء هذه الدورات العلمية المباركة. وقد سرني كثيرا واسمها وعنونتها بديباجة المتعلم. وهنا يسرني أن أضع ديباجة للديباجة، مؤكدا أن ديباجة الديباجة وشعارها: يا راغب العلم تأصيلا وفي الحرم، أقبل فدونك ديباجة المتعلم. يا راغب العلم تأصيلا وفي الحرم، أقبل فدونك ديباجة المتعلم. ساعات مباركة وفرص سانحة يستثمرها طلاب العلم في الاستفادة من هذه الدورة العلمية المتميزة التي تعنى برسم ديباجة للمتعلم في علم العقيدة، في العناية بكلمة الإخلاص وتحقيق معناها كما بينها السلف رحمهم الله، وفي معرفة أصول أهل السنة والجماعة وقواعدهم في معرفة العقيدة الصحيحة، وفي المصادر الأصلية لتلقي العقيدة الصحيحة، وفي تأريخ المواقف والاتجاهات العقدية المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة.
وهنا نؤكد على أهمية العناية بعلم العقيدة والاهتمام به، لأن التوحيد من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلواحد كن واحدا في واحدي أعني سبيل الحق والإيمان. كما تعنى هذه الدورة بالعناية بعلم الأحاديث من حيث تعريف بعلم الحديث والسنة وبيان أهمية دراستها ونشأتها، ومن حيث معرفة كتب أحاديث الأحكام ومسيرة التأليف في علم الحديث ومنهج المحدثين في الحكم على الأحاديث بالصحة، كما عند كبار المحدثين كالبخاري رحمه الله، ونماذج متعددة وبيان خطة منهجية مختصرة لدراسة علوم الحديث. إنها دورة مميزة، نحث طلاب العلم على المشاركة فيها، كما نؤكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عازمة بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة، وماضية بتطوير الرسالة العلمية في الحرمين الشريفين عن طريقة وفرة الدروس بمختلف الفنون والتخصصات من العلماء الأثبات الموثوقين في دينهم وفي علمهم وفي منهجهم، وكذلك حفظكم الله التطوير فيما يتعلق بمنارة الحرمين واستثمار التقانة في نشر العلوم النافعة عن طريق منصة منارة الحرمين الشريفين وترجمتها أيضا باللغات الحية، وكذلك تسخير الإعلام والإعلام الجديد لنشر روافد الخير في بلد الخير من أهل الخير وإلى طلاب الخير. فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره، وإننا نؤكد أيضا مع العناية بطلب العلم وتحصيله في رحاب الحرمين الشريفين على أهمية التحلي بديباجة المتعلم وما يتحلى به من الصفات والآداب التي تحقق له المنهجية الصحيحة في طلب العلم، ومنها الإخلاص لله عز وجل والحرص على تعلم العلوم النافعة وعلى رعاية مكانة أهل العلم وعلى مراعاة الأدب معهم وعلى الجد والاجتهاد في طلب العلم. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فعلينا أيها الإخوة أن نتحلى بهذه الآداب لنحقق ديباجة المتعلم في تأصيل العلوم وبيان مهماتها ومتونها وشروحها وأساساتها وما تحتاجه هذه العلوم النافعة. ونشد على أيدي زملائنا في وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية إلى بذل المزيد من الجهود النوعية في هذا المجال، والتي تتحقق بأعلى معايير الجودة ومؤشرات حسن الأداء لتبلغ المستهدفات والمخرجات والآثار في المباركات والهدايات من الحرمين الشريفين للعالمين أجمعين. نسأل الله أن يسدد الخطى وأن يبارك في الجهود وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه. وشكرا لأصحاب الفضيلة والمعالي الذين يشاركون في هذه الدورة المتميزة على إثرائها، وشكرا لجميع طلاب العلم الذين يحرصون على النهل من معين طلب العلم وسلسبيله ونميره في أشرف مكان. وهنا أؤكد على زملائي في الإدارة والوكالة بعمل التحفيزات والمرغبات والجوائز والمسابقات، وأن يوافونا بنتائجها
لنحفز طلاب العلم بما يليق بهم وبحرصهم وبمكانتهم. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزي علماءنا خير الجزاء، وأن يسلك بنا وبكم سبيل العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق في الدارين والخير في الحياتين، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.